السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا أو مساء الخير أو عام، يعني يومكم سعيد أينما كنتم حيثما كنتم إن شاء الله. إحنا كنا تكلمنا عن فعالية منظمات المجتمع المدني، تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن تعريف المجتمع المدني ومنظماته وعن دور منظمات المجتمع المدني. اليوم زي ما أنا وعدتكم في الحلقة الثانية أو في الجزء الثاني هنتكلم عن اللي هو دور الشباب في المجتمعات، لأن الشباب دورهم حقيقي ودورهم أساسي ودورهم محوري في بناء أي مجتمع إحنا بنعيش فيه. أنا طبعا بشكر الشباب اللي بيساعدوني في عمل المادة دي، سواء كان مادة علمية أو مادة إعلامية، منهم صحر رياض في برمنغهام، ماهر السيد من إسطنبول، وكذلك احمد الشيخ من ادلب، ربنا يرفع البلاء عن ادلب ان شاء الله. واللي عايز منكم يخش عندي على اي سوشيال ميديا، من عندنا فيسبوك تويتر او يوتيوب او انستغرام، اهلا وسهلا بكم باقتراحاتكم وبارائكم الى اخره الى اخره. انا بؤمن بان الشباب لهم دور فعال في كل منحى مناحي حياه المجتمع، في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ثقافه وفي كل حضاره. من هم الشباب؟ تعال نعرف الشباب مع بعض، انا وانتو هنعرف الشباب مع بعض. الشباب ليه تعريفات كتيره جدا جدا جدا، وفي ناس كتيره جدا اتكلموا عن الشباب، فاحنا مش بنختلق شيء جديد او بنعمل شيء ما اتعملش قبل كده، لكن احنا من حقنا من خلال خبرتنا وتعليمنا وثقافتنا وقيمنا وعاداتنا وايماننا ان نحط التعريفات اللي احنا بنؤمن بيها. وانا بشجعكم يا شباب ان شاء الله، بنات واولاد وابناء، يعني انكم يكون لكم تعريفات تثقوا بها لانها نابعه من ثقافتكم وقيمكم وعاداتكم وتقاليدكم وقيمكم وايمانكم بالخالق سبحانه وتعالى. فلا تترددوا في ان تضعوا التعريفات التي تؤمنون بها. من حقكم انكم تستفيدوا من تعريفات اخرين، لكن ليس من حقكم، ليس من حقكم انكم لا تعملون لا تضعون التعريفات الحقيقيه التي تؤمنون بها. من هم الشباب؟ هو كل مواطن، ايوه خلاص مفيش مشكله، عنده ايه بقى؟ دي اساسيات شاب، عنده همه، له مهمه وحيويه وفعاليه وقادر على انجاح المهمه بتاعته دي. يبقى عنده الهمه من داخل، او عندها الهمه، عندها الهمه وحاسه انها ليها مهمه وعندها الفعاليه، هتخرج بره، مش هتنام، هتكلم الناس، مش هتقف مهما كان قدام العقبات، على انها تنجح المهمه بتاعتها دي. وحتى لو كان عمر هذه الاخت 70 او 80 سنه وعمر هذا الاخ او هذا الابن 80 او 90 سنه، ان الشباب مش عمر زمني، الشباب روح وهمه ومهمه وطاقه وحيويه وفعاليه. ده اول تعريف. تاني تعريف، الشباب زي ما انا بقول عليها ليسوا حقبه عمريه زمنيه مرتبطه لا بمكان ولا زمان ولا ثقافة معينة. ليسوا حقبة عمرية زمنية مرتبطة بمكان أو زمان أو ثقافة. هم أيضا ممكن يكونوا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، ممكن يكونوا من المقعدين، ممكن يكونوا من غير المتعلمين، ممكن يكونوا من غير المؤهلين، ممكن يكونوا من كل دول، بس هم شباب ليهم دور. ممكن يكونوا من الفقراء والمعوزين أو من الأغنياء والمسرين. يعني شوف بقى، ما نخش في سعة تعريفات الشباب، هنلاقيها بتشمل ناس كتير جدا جدا. ممكن يكونوا هنا من اصحاب الاحتياجات الخاصه، للمقعدين، يعني لازم يكون لهم دور عندنا كشباب. ممكن يكونوا من غير متعلمين وغير مؤهلين، من الفقراء والمعوزين او من الاغنياء والمسرين. ايضا ممكن يكون دول بقى الشباب موجودين في كل جيل وفي كل وطن وكل مجتمع وكل قاره وكل عصر. موجودين على طول. عمرك ما هتروح في بلد اللي ما هتلاقي فيها شباب. عمرك ما هتروح تتكلم على حضارة اللي هتلاقي اللي بنوها شباب. عمرك ما هتتكلم عن ثقافة اللي ما هتلاقي أهل الثقافة دي جزء منهم شباب. الجيل ده أهله جزء منه شباب، وهكذا. فالشباب دول موجودين دائما زي الهواء وزي الماء وزي الشمس وزي النهار وزي الليل وزي النجوم وزي القمر، موجودين على طول، ما بيختفوش. مين هم الشباب؟ تعريف تاني، هم قوة وفتوة. ها؟ قوة وفتوة
وهم رؤية ورسالة، يبقى قوة وفتوة، رؤية ورسالة، عزيمة وإصرار، مسيرة وقيادة، حقيقة ورفادة، وسيلة وريادة، طريقة وسعادة. شفت بقى الكلام اللي بتحبوه ده اللي هو بايه اللي فيه في النهاية سجع ده يعني؟ يبقى هم قوة وفتوة، رؤية ورسالة، عزيمة وإصرار، مسيرة وقيادة، حقيقة ورفادة، وسيلة وريادة، طريقة وسعادة. في تعريف تاني؟ في تعريف تاني. هم مين؟ هم يا سيدي الحاضر والمستقبل، البناء والإعمار، النهضة والحضارة، والعزة والكرامة. شفت بقى الكلام ده اللي بيحب اللي عجبكم انتوا بتحبوا الحاجات السجعية، لما يجي كده شيخ فيطلع على المنبر ويتكلم ويجيب له كده حبة أشعار وحبة سجعيات، الناس يقولوا الله يا مولانا. يبقى هم الحاضر والمستقبل، البناء والإعمار، النهضة والحضارة، العزة والكرامة. هم التضحية والعطاء، البذل والبقاء، السيرة والنقاء، والرضا والإباء. التضحية والعطاء، البذل والبقاء، السيرة والنقاء، الرضا والإباء. هم الأجيال والآمال والأعمال، هم المجد والعلا والسمو، هم الحياة والسعادة والدليل، هم كنوز المستقبل الدفينة في أعماق الحاضر السحيق. هم أكثر من هذا وهذا وهذا. أقولها تاني علشان أنتوا بتحبوا السجعيات. هم التضحية والعطاء، البذل والبقاء، السريرة والنقاء، والرضا والإباء. هم الأجيال والآمال والأعمال، المجد والعلا والسمو، الحياة والسعادة والدليل. هم كنود المستقبل الدفينة في أعماق الحاضر والصحيح. من أنتم؟ هل أنتم من هؤلاء الشباب أم لا؟ هذا هو، هذه تعريفات الشباب التي أؤمن بها، وأتمنى أن يكون لكم تعريفات أحسن من هذه التعريفات، أو مناقضة لهذه التعريفات، أو مغيرة لهذه التعريفات، بل تكون تعريفاتكم أنتم، عشان تشعروا بأنكم ليكم قيمة في المجتمع، أنكم تضعوا بصماتكم على بناء مثل هذه المجتمعات. طيب ده تعريف الشباب، خلاص خلصنا منه. ايه دور الشباب في المجتمع بقى؟ الشباب دول هيعملوا ايه بقى؟ قلنا نفخناهم النفخه الكبيره دي كلها في خلال الخمس دقايق والعشر دقايق اللي فاتت، نخش بقى نشوف هم عليهم دور بقى، عليهم مسؤوليه. اول حاجه هم، ده يعتبر تعريف عام ومتقاطع مع كل مناحي محاور الحياه المجتمعيه عندنا. يبقى هم ايه؟ يصبح لهم دورا في كل مجالات الحياه المجتمعيه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو عسكرية أو زراعية أو للمياه أو للتعليم أو لمحاربة الأذى، كل هذه الأشياء يصبح لهم دور في كل مجالات الحياة المجتمعية، وكأنه قانون إلزامي على كل المسؤولين أنهم يؤمنوا بأن المجتمع لن يسير إلا بوجود الشباب كشريك فيه. دي نمرة واحدة. هم حماة الأوطان، يعني أنا بقول لكم يا شباب أنتوا هتحموا الوطن، مش فقط الجيش، مش فقط الامن، هم اللي هيحموا الوطن، انتوا هتحموا الوطن. هم اليوم هم طلاب العلم، انت طالب علم اليوم، وانت حوالي العلماء اليوم، انت بتتعلم من علماء اليوم، سواء كانوا علماء دول في الدين والشرع ام في الايه، في الطبيعه والفيزياء والجيولوجيا الى اخره الى اخره. هم علماء المستقبل، يعني انتوا عليكم تكون مسؤوليه انك تكون طالب اليوم وحوالي اليوم عشان تتعلم، وعالم المستقبل دي مسؤوليتك، اوعى. بل هم الطاقه المجتمعيه الفعاله. انتم لابد تعرفوا كمسؤولين وكشباب ان انتم الطاقه المجتمعيه الفعاله المنجزه، مش بس فعاله، ممكن طاقه تكون فعاله ومدمره، لا، انتم الطاقه المجتمعيه الفعاله المنجزه. هنا في غلطه في العربي، هنا المنجزه مش المنجزه، المنجزه والقادره على ايه؟ فعاله ومجتمعيه، قادره على تحقيق الصعاب اللي محدش يقدر يعملها ثاني. يبقى انتم ايها الشباب من دوركم، في دوركم انتم طاقه مجتمعيه فعاله تنجز وتقدر على تحقيق الصعاب. واضح؟ انتم كذلك الاب الراعي، هتتجوزوا في يوم من الايام وتعيشوا كاب شباب او كام مربيه، كحنونه كام. انا بؤمن بالاسره التقليديه اللي بتسع سيدنا موسى وعيسى اللي اتكلم عنها الانبياء، لان تعتبر اهم وحدة أو مؤسسة مجتمع مدني تبنى عليها الدول والمجتمعات والأوطان والثقافات والنهضات والحضارات. فأنتم هؤلاء. هم أيضا أنتم بقى يا شباب، أنتم أصحاب كل مهنة تعلموا، النجار، الحداد، الفلاح،
المسوق، راعي الغنم، راعي الإبل، السائق، الطيار، الضابط البوليس، الضابط الجيش إلى آخره، العسكري، كل هذا الشيء. أنتم أصحاب كل مهنة علشان تمنهنوها، وكل حرفة تتقنوها، وكل صنعة تصنعوها. يعني أنتم صناع حرفيين مهرة مهنيين، صناع حرفيين مهرة مهنيين، واضح؟ أنتم سفراء الأوطان اللي بتمثلوا مثل هذه الأوطان وثقافتها وقيمها وعادتها وتقاليدها في المجتمعات الدولية والمجتمعات اللي هي والاجتماعات الإقليمية، وأنتم أيضا أمناء الوطن بتحافظوا على كيان الوطن من خلال بناء التماسك المجتمعي بين أبناء الوطن المختلفين وثقافات الوطن المختلفة والمجتمعات المختلفة داخل الوطن والأقليات المختلفة مع الأغلبيات المختلفة داخل الوطن. انتم ايضا خلي بالكم، انتم دايما بتفكروا خارج الصندوق، وده المسؤوليه عليكم وعلى الاخرين. يعني يا شباب انتم دايما بتفكروا خارج الصندوق، وانتم بتفكروا خارج الصندوق اعرفوا ان اللي بيشوفوكم مش فاهمين الصندوق، واللي خارج الصندوق بس شايفين ان هم اتعودوا عليه خلال عشرات او مئات السنين شافتها ابائهم واجدادهم، ومش متعودين على الجديد اللي انتم بتجيبوه. فلذلك وانتم بتفكروا خارج الصندوق بالمبادرات والابداعات بتاعتكم، كونوا رحماء بمن يراكم ومن يسمعكم، وبسطوا الامر عليهم. انتم اصحاب مبادرات، وكمان اصحاب ابداعات، واصحاب ملكات فكريه. الملكه الفكريه بتحول هذه الملكه الفكريه الى ابداع مجتمعي من خلال مبادره مجتمعيه لم تحدث من قبل. ليه؟ لان انتوا في المستقبل انتوا القاده الحقيقيين. عايزين نوصل للنقطه دي كلها. لما اكون عندي 70 80 سنه وقاعد في الكرسي مش عايز اتحرك، سواء كان في جمعيه او في مسجد او في كنيسه او في حكومه او في شركه او في وزاره او الى اخره، او في رئاسه جمهوريه او في ملكيه، لابد ان يكون عندي قاده المستقبل اللي هم انتم، فتعدوا انفسكم ويعدكم المجتمع ان تكونوا قاده المستقبل. انتم الدعاء لازم تكونوا دعاء، والمؤطرين اللي بتحطوا المنظريات والحيثيات والفلسفات، والموجهين للمجتمعات يمينا وشمالا وفوقا وتحتا، انتم كذلك اصحاب الثورات والتغيير المجتمعي الايجابي. يعني اغلب ان لم يكن كل من قاموا بالثورات في الماضي في الحاضر الحديث هم اغلبهم 80% 90% منهم من الشباب اللي هم عملوا التغيير الايجابي. ده دور ايه؟ الشباب. يبقى احنا اتكلمنا عن تعريف الشباب ودور الشباب عشان يعرفهم دورهم ايه، وبعدين بنتكلم على ايه؟ على دور الدوله تجاه الشباب. الدنيا حر هنا بس هقلع دي شويه. الدوله بقى ليها دور؟ اه طبعا ليها دور. مين قال الدوله؟ ده الدوله الدور عليها كله، لان هي حبت حمي الحكومه وحبت تعمل مؤسسات حكومه ومؤسسات دوله، فانتوا بقى عليكم دور، انتوا مسؤولين. تعملوا ايه بقى؟ اول بردك تعريف يعتبر تعريف عام يتقاطع مع كل محاور الحياه، هو ان على الدوله تعرف ان اعلى استثمار في المجال المجتمعي والوطني هو في الموارد البشريه. اعلى استثمار في المجال المجتمعي والوطني برمته في ماذا؟ في الموارد البشريه. محدش يجي يقول لك انت كل سنه بتخلفوا لنا 100 عفريت ولا مليون عفريت ولا 2000 عفريت ولا 10، لا دول مش عفريت ولا جند، البشر وثروه حقيقيه. يبقى هم اعلى استثمار في المجتمع في المجال المجتمعي والوطني هو في الاستثمار في الموارد البشريه، وخاصه في مين؟ في الشباب. في الشباب في الشباب. اوكي؟ فدي نمرة واحد اللي هو ايه؟ لابد ان نقوم بيها، كل مسؤول لابد ان نقوم بيها. نمرة اتنين بقى علينا نوفر كافة انواع الرعاية الاجتماعية القادرة على حماية الشباب. ايه بقى الرعاية الاجتماعية؟ الخدمات الاجتماعية اللي هي التعليم والصحة ورفع الوعي والثقافة والرياضة والتأهيل وبناء الثقة وبناء القدرات، وكل الخدمات الاجتماعية اللي تتخيلها، المواصلات والأكل والسكن والزواج، كل الحاجات دي كلها نوفرها للشباب. ده دور الحكومة.
لان الحكومه دي موظفه عند مين؟ عند المواطن. لان المواطن هو صاحب الوطن، والحكومه هي خادمه، هي ورئيسها ومن جاب هي خادمه عند مين؟ عند الشاب ده والشابه دي وعند المواطن ده. الدوله عليها ايه؟ تحمي المجتمع من الامراض المجتمعيه، عشان الشاب يطلع شاب مش مريض، مش ضعيف، مش منهك، مش مغيب، مش مشتت الفكر. تحميه من الامراض المجتمعيه دي منها المخدرات والادمان والدعاره والتهريب والجرائم المنظمه والتطرف والارهاب والانعزاليه وكل هذه الاشياء، والنفاق والحاجات دي كلها، والخوف من مجهول. كل الاشياء الدوله بمؤسساتها ومؤسسات الحكومه لابد ان تحمي الشباب من هذه الامراض. على الدوله انها توفر مجال الحريات وتوسع مجال الحريات عشان الشاب يطلع بيطلع لنا احسن ما عنده واحسن ما عنده من ملكات وابداعات وقدرات نستطيع من خلالها ان نبني ونحافظ على بناء وتماسك الكيانات المجتمعيه عندنا ودولتنا في نفس الوقت. على الدوله ايضا انها تنشر العمل التطوعي وتجعله جزء من المنهج الدراسي في كافه المراحل، مش بس منهج الدراسات الابتدائيه، من حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وفي الوظائف، سواء كان وظائف حكوميه او في الشركات او في المؤسسات الى اخره، بحيث ان في الاخير اللي هو الوظائف يكون ده جزء من تقييم عمل المسؤول وعمل الموظف داخل الدوائر الحكوميه والشركات والمؤسسات الى اخره. يكون جزء من تقييم عمله على ان هو يصبح ايه؟ به قادرا على ان ايه؟ يترقى الى الدرجه الاعلى. او ياخذ المنصب الاعلى. الدوله تعمل ايه برضك؟ لازم الدوله نفسها في حيثيه تفكيرها كرئيس جمهوريه او ملك او امير او شيخ او سلطان، في التفكير نفسه او رئيس حكومه او وزير او رئيس مؤسسه، تشجع ان تبني منظومه لتشجيع الابداع والابتراع والابتكار والاختراع، الابداع والابتكار والاختراع، وتكون لها ميزانيات تستطيع بهذه الامكانيات ان تحول هذا الشاب الى مبدع، الى مبتكر، الى مخترع. من ادوار على الدوله ايضا تشجع المؤسسات الكشفيه، يعني كشف الحركه الكشفيه العالميه، يكون احنا في بلادنا على مستوى القريه وعلى مستوى المدينه وعلى مستوى المحافظه وعلى مستوى الوطن وعلى مستوى الاقليم. نشجع ان العمل الكشفي وعمل تربوي، تشجع المؤسسات الكشفيه والرحلات السياحيه والاثريه الى اخره. على الدوله ايضا تشاركهم في حمل المسؤوليه، ازاي نخلي شاب عنده 20 سنه ولا 25 سنه ولا 18 سنه ولا اخره ولا اقل من ذلك ولا اكثر يخش في المسؤوليه؟ في اشياء ان انا اسمح بان يوجد في كل منحه من مناحي الحوارات المجتمعية لبناء المشاريع وبناء الثقافات والحفاظ على المجتمعات وحماية المجتمعات، يكون جزء من المتحاورين مع الشباب عشان نشوف هو ده الجيل كيف يرى ما نتحدث عنه. هل المشروع اللي احنا بنعمله ده هم مهم بالنسبة لهم، او المشاريع اللي احنا بنحطها لهم احنا واحنا ناس عندنا خبرة تعتبر خارج التاريخ الذي يعيش فيه الشباب؟ يبقى مشاركتهم في حمل المسؤولية ازاي؟ من خلال مشاركتهم المجتمعية في ايه؟ في إدارة شؤون المؤسسات والجمعيات وحتى داخل الوزارات، بحيث يكون في أقسام بتدرب فيها الشباب عشان هم في المستقبل وهم في الجامعة أو في الدراسة الثانوية بيشوفوا أنهم هيكونوا في يوم من الأيام وزراء أو رؤساء قطاعات أو رؤساء إدارات إلى آخره إلى آخره. إن الدولة نفسها تعد برامج خلوية تربوية تنسقها مع الهيئات، مع وزارة الشباب والرياضة، مع كل هذه الأشياء، الهيئات التعليمية والدول الحكومية الأخرى، ليكون في منهج اخرج شوف وطنك فيه، شوف الجبال، شوف التضاريس، شوف الانهار، شوف السماوات، شوف الحيوانات، شوف الطيور، شوف الاسماك، شوف البحار، شوف كل هذه الاشياء. يبقى ده جزء ان اردنا ان نستثمر داخل منظومه بناء المجتمع وبناء حضاره المجتمع وبناء اداره المجتمع، لابد ان نساعد مثل هذا الشيء، مش كل بس يكون كل انفاقاتنا فقط على العمل العسكري او الجيش او على العمل الامني فقط. ايوه احنا محتاجين ده، لكن محتاجين
باقي المجتمع ما يبقاش 98% من اموالنا مصروفه على الامن وعلى الجيوش فقط وعلى السلاح، وبقيه ال 10% و20% فقط على باقي الشعب كله. ده غلط، ده غلط، ده غلط، وده مدمر المجتمعات. على الدولة ايضا انها تثبت الراسخ من القيم والاخلاقيات المجتمعية في اذهان الشباب. تحاول ان تدفع الغريب والمستهجن من القيم ان يصلوا الى ابناء هذا الوطن. على الدولة تحمي الاديان والمعتقدات كلها والثقافات مختلفة، مفيش تفرقة. طالما انا عندي مواطن له دين معين وثقافة معينة احميه كدولة. على الدولة ايضا انها تسهل تحويل مبادرة شبابية بسيطة. اجمعنا يبقى انا عندي في تسجيل في الشؤون الاجتماعية او في المؤسسة بسجل الجمعيات الخيرية يكون عندي حاجة اسمها المبادرات، تسجيل المبادرات، اوكي؟ وبعد سنة او سنتين اشجعهم انهم يحولوا هذه المبادرة الى جمعية مجتمعية، يعني community organization، وبعد كده تحولها الجمعية على مستوى المحافظة او على مستوى الوطن الى اخره، وبعد كده تصبح ايه جمعية دولية كذلك، عشان ايه نشوف هم ممكن يصلوا بفكرهم الى ماذا. تسهيل تحويل المبادرات الشبابية للمؤسسات المجتمعية، تشجيع وتسجيل. انا اتكلمت عن الاسرة قبل كده، نشجع الزواج ازاي؟ يكون في سكن متوفر، يكون في وظائف للشباب، يكون في مراكز تؤهل الزوج والزوجه وتحافظ على الاسره وتحافظ على الاطفال الى اخره، وكل الخدمات الاجتماعيه تكون موجوده. تعليم، تغيير لازم تعليم، ان كل التعليم اللي احنا بنتكلم فيه ده هو تعليم ايه حكومي كويس، مش مشكله خلاص، ده نوع من انواع التعليم. اجعل هناك في انواع تعليم مختلفه نحترمها الدولة ونحترمها المجتمع، كالتعليم اللي هو خريج الجامعات العادية اللي احنا نتكلم عنها ده. يعني لما يجوا مثلا لبنتي زوج متخرج من الجامعة عامله زي الزوج اللي متخرج من المعهد العالي الحرفي المهني، مفيش مشكلة ابدا، ده بيكسب وده بيكسب، وده عنده مهنية وده عنده مهنية، بحيث ان التعليم العادي مفيش مشكلة. لكن في بعض الاطفال وبعض الشباب ما بيحبوش يدرسوا 12 15 مادة ومتميزين في مادة او اثنين او ثلاثة، ليه انا احشيهم بمواد هم هيجيبوا فيها نهر نمر ضعيفة وهنقول عليهم انهم حمير واغبياء وما بيفهموش؟ ليه انا ما اخدش المواد اللي هم بيحبوها؟ ممكن تكون زراعة، ممكن تكون مياه، ممكن تكون في الاثار، ممكن يكون في الشعر، ممكن يكون في الادب، ممكن تكون في الموسيقى، ممكن تكون في الرياضة، ممكن تكون في المزيكا الى اخره، ممكن يكون في الغناء، ممكن في قراءة القرآن، ممكن يكون في قراءة النعت الى اخره الى اخره. كل هذه الاشياء انا اهلهم لكي يكونوا متميزين في هذا التخصص من بعد المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية بتعلم فيها كل المواد الاساسية، ثم بعد ذلك اعلم المواد اللي هو بيحبها او اللي هي بتحبها. يبقى التعليم الحكومي متعرف عليه خلاص، ما في تعليم مهني وحرف، في واحد ما يحبش يقرا كتب، عايز يشتغل بصوابعه وبايديه، في بنت عايز تشتغل مثلا تبدع. وانا شفت بنات كتير جدا 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 وشباب انهم عملوا حرف بعد ما خرجوا من الجامعه وتركوا كل الشهادات اللي هم خدوها، واصبحوا دلوقتي بيعملوا في تصميم الازياء وتصميم البيوت وتصميم اللي هو الاثاث الى اخره الى اخره. التعليم المهني الحرفي مهم جدا. التعليم المجتمعي، اخرج الشباب. انا ليه بحمس الشباب وهم في المدارس الابتدائيه في غرفه 4 متر في 4 متر واحط فيها 100 شاب؟ انا اعمل لهم تعليم مجتمعي، تعليم مجتمعي في الجناين، في الحدائق، في الحقول، في الصحراوات الى اخره، بحيث يتعلم ما يريد ويرتبط بالمجتمع والمناخ الذي يحيط به. فهم بيتعلم مع الاساتذه بتوعه، يحب ان يتفرج على الطبيعه وشركاء فيها. التعليم الاستثماري، استثمر في مين؟ في الموهوبين من الشباب، فمن اصبح لهم يعني ايه ملكات وابداعات وهو لسه سنه صغير 12 13 14 سنه، احولهم على المدارس الابداعيه لان استطيع ان اخرج منهم مبدعين في سن ال 18 وال 19 وال 20 الى اخره. يبقى التعليم المهني، التعليم الاستثماري في تبني الكفاءات واصحاب القدرات. التعليم الديني، في ناس عايزه تتعلم دين، عايز يطلع قسيس، عايز يطلع شيخ عالم، عايز يطلع مقرئ، عايز يطلع شماس في الكنيسه، عايز يطلع
حبر من احبار اليهود الى اخره، عايز يطلع مونك اللي هو يعني بيسمي مونك بالانجليزي بالعربي اللي هو متنسك، واللي هم الرهبان الى اخره الى اخره. هم حرين تعليم الدين وتعليم الثقافي وغير هذا النوع التعليم مختلف، انواع التعليم مختلفه، مش وان سايز فيتس اول، مش لون واحد يسع الجميع، مش قماشه واحده تسع الجميع، مش قطعه واحده تسع الجميع، لا كل واحد عنده ابداعات في تعليمه اللي نتعلمه لكي يبدع فيه. نبني الانديه الرياضيه مين؟ الشباب عندهم طاقه، نبني الانديه الرياضيه والصحات الشعبيه والمسارح والمراكز الاجتماعيه، نستعاد طاقات الشباب، ننظم الجوائز والمسابقات التعليم. كل الجوائز اللي احنا بننظمها في العالم العربي اللي هي Arab Got Talent، Max Factor، Max not Max Factor، X Factor not Max Factor، Max Factor ده بتاع الروج والميك اب، X Factor، وبعدين يعني الحاجات اللي هي دي كلها. طيب ما عنديش مشكله في دي، لكن بعد كده هو في ايه؟ في جوائز، في الجوائز الثقافيه، جوائز في دراسه التاريخ، جوائز في دراسه الاديان والمعتقدات، جوائز علميه، جوائز تكنولوجيه، جوائز رياضيه الى اخره الى اخره. يعني ما بيبقاش بس الجوائز اللي احنا بننظمها والمسابقات موجهه لجهه معينه من فكر نريد ان نفرضه على الشباب، ولكن نريد ان ناتي بكل هؤلاء الشباب بملكاتهم المختلفه لكي يكون لهم جوائز ومسابقات ونمنحهم الجوائز اللي هم يتميزوا في الفوز بها. تنظيم مسابقات وكراسة التعليمية والثقافية والرياضية والفكرية لإبراز قدرات الشباب وإبداعات الشباب. في محاذير هنا بقى، يبقى احنا اتكلمنا عن تعريف الشباب، دور الشباب، دور الدولة، ودلوقتي في محاذير. والمحاذير دي لمين بالذات؟ للناس اللي ما بيؤمنوش بدور الشباب في المجتمع. أنا بقول لهم وبحذرهم من هذه التحاذير أو المحاذير الكبرى التي تعتبر في بعض الأحيان في نظري أنا تعتبر إنها إيه؟ جريمة بيرتكبوها في حق المجتمع حق الشباب. أول تعريف هو تعريف عام أيضا، من لا يفهم دور الشباب المجتمعي لا يفهم كيف تنتظم أركان الحياة لأنها لا تقام إلا على أكتاف الشباب. أقولها تاني إن أنتوا يا شباب بتحبوا الكلام التخين، من لا يفهم دور الشباب المجتمعي لا يفهم كيف تنتظم أركان الحياة لأنها لا تقام إلا على أكتاف الشباب. ده نمرة ايه؟ واحد، التعريف العام. اثنين، من لا يرى قيمة للشباب لا قيمة له ولا قيمة لها، من لا ترى قيمة للشباب لا قيمة لها عندنا. نمرة ثلاثة، من لا يستثمر في بناء قدرات الشباب فهو خاسر أو فهي خاسرة. من لا يستثمر في بناء قدرات الشباب فهي خاسرة أو هو خاسر. نمرة ثلاثة، نمرة أربعة، من يضيع أجيال الشباب ويدمر أحلامهم فهو مجرم في حق المجتمع أو فهي مجرمة في حق المجتمع. من يضيع أجيال الشباب ويدمر أحلامهم فهو مجرم أو هي مجرمة في حق المجتمع. يبقى أنا قلت هنا خاسر، قلت لا قيمة له أو لها، قلت مجرم. من لا يستفيد من طاقات الشباب الفياضة قد فاض الشيابة فهو آثم، الشباب هم حياة مستقبل تاريخ الماضي وعصب الحاضر. من يجعل الشباب سلعة تشترى وتباع وعبيد للمتعة والزينة فهو مدمر للأوطان، ومن لا يرى للشباب قيمة فهو يسعى إلى تحويل المجتمعات المتماسكة لتجمعات بشرية هشة مفككة ومتفرقة لكثرة ما يصيبها من أمراض وسلوكيات لا أخلاقية لا قيمة لها بين المجتمعات الأخرى. من لا يرى للشباب قيمة فهو يسعى لتحويل مجتمعات متماسكة لتجمعات بشرية هشة ومفككة ومتفرقة لكثرة ما يصيبها من أمراض وسلوكيات لا أخلاقية ولا قيمة لها بين المجتمعات الأخرى. وجزاكم الله خيرا، ونراكم في لقاء آخر.